ايث مثلا في سمثين سلام ربي فلاون إن ربي الجواليس يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم لاجي في سمثين في سورة الصف ليثيس عشرة ربي السوال المؤمنين ما السول المؤمنين وجد السول إثني شرفا يفكيس نزال يخدمسن القيمة خطر سن سوال المؤمنين وما يسول ربي المؤمنين إلى المؤمنين أذسلن ذا ديني ربي أثنين هو نغثني يامر يا أثني يامر سوال اثنين فعن نغثنين هو فاين أثني ضرا ذي لا يجي سيدي ربي إنا يسن المؤمنين هل أدلكم أكن ولها ما كن ولها غير تجارة أرى كنين فعن أرى كنين جون سي العذاب نغسي العذاب نسيدي ربي أما ذي العذاب بالدونيث أما ذي العذاب نلاحظ مبلا شك المؤمنين دينينا نعم يكون يخدم تجارة أكوض ربي ذي التجارة يربحا أن دولش الخسارة تنجيكم من عذاب أليم ما رديني ربي سبحانه عذاب أليم ذن سانيس ديفكاني سماجي يعني المقريح قسيح خطر زمرم ذا نسيني وايض أكعت سفغ أكسعيوغ ولكن أكني فغوي لا ذنادم نتسالع بذاقي ديننا ولكن سيضعف أهث من الميقر وحد يخدم أين أريعة سفن وايض بلك انسى أذي ضعف بلك أذي يمث بلك وريز مرالا خطر ذي بنادم أر بنادم وبنادم ضعيف لكن دين ربي صورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا ولكن ربي سبحانه ما يوعدد سوين يلهان ذيني قلهان سوطاس ذيني قلهان ولش ذا شاثي سلوغن ذا ربي سبحانه ما يوعدد سلعثاف أما ذي الدنيث أما ذي الأخرث ذين ريضرون خطر ربينا دقواليس إن الله لا يخلف الميعاد أن بعد ربي سبحانه يولها المؤمنين إزوال كان إن تؤمنون بالله وقيل الشرطة مزوالو أكن يفغو إلا فنادم يلها يلها وليس دي وليس يخدم الخير يخدم الصلاح يتصوزون يتعاون مدن ولكن ما إلا الإيمان ربي سبحانه يخوص ذي الإيمان ربي ذي وقيد الشرطة من زول وقيد الشرطة من زوالو من النجاة السلاح تنجيكم من عذاب أليم باش هذي سلك فنادم بخير وعلى خير إيلاق أنكمل لا يثيس حداش إمدي في ربي شروطي السلاح إناد تؤمنون بالله من قيم كان ذي ثمسة الإيمان ربي سبحانه المعنى يس أينك يسيد يوم ربي إلى قال منيس تجد نتيجة مدام ربي نومنيس المعنى يس أينك ندين ربي خدمثت أمنثيس أنا منيس إلى دام نستكتافين نومن استكتافين كتب السماوية إلى أمنث إمول هننتالسة يعني هدات البشرية نغيم شقعان يدي شقع ربي إذا نبيع أكن مالا إلى قال منيس وديوال حل أنا من سوا وأنا كروا إن ضربت سمن مثل مكتوب أنا مثل مكتوب إن ضربت سمن مثل آخر أنا مثل آخر ما دام السسن الإيمان ذي الإيمان صار ربي سبحانه يكمل ورسوله أي غير دينا فراء خاطر إذا مشي قاع أنقالو إذا نسى إذا مشي قاع أنقالو سيسي قن كمال الدين ربينا ذي سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ذا ما كنت دينا ذا ذي سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ذا ما كنت دينا ربي ذي سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون المعنى يس أكو يمشي قاعد يشقى ربي سبحانه يشقى يثني دباش هذا الدين نيت خلقيت بلي ربي يون الخاتمة سنة نقالو ديك سن
ذنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقيد اللي أحداش معليش تكمل الرزدة ثم بعد أنا وضر نتيجة أتناف ذي الليا في 12 أدى دين ربي سبحانه يغفر لكم ذنوبكم أو قد يمنان إذ فعن غذفرا أذل الدين جا ربي سبحانه أو الله إغرديو لها ربي سبحانه ثم زورت يغفر لكم ذنوبكم رب ذي عفو يوكي المؤمنين يقوم ننصى ربي كذبعنا في ريديس ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذاغي وعاذ المؤمنين أجي سل جنة ثعلين سل جنة ثعلي سفن ذي ثير اللي يثي 12 ذي سورة الصف ربنا ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم ذاغ ربي ثي دي وصفن خطر إزمره يارنا وذيني ويض ثفاز ثنجح ثربح أكني فغوي اللي ربحنا الدنيث ذا ربح يسعان ورثي سلوغن إلا ذا شوك سلوغن الفرح الدنيث نجاح ندونيث ولكن ماذا ربي دينان ذو النذ الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم معنى تسيدت خطى ربي يوفى سلواذيس إن الله لا يخلف الميعاد أذي قل ربي رمضان وان رمضان ناغ فظليث وان ظليث ناغ استقى من الحسنات الثواب ذلاجر جاون ثلويث أثي من الليث سلام ربي فلام.